للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومستشار مرفق البيئة العالمية. دكتور مجدي، يعني تنسيق مصري بريطاني على أعلى مستوى لضمان خروج قمة التغير المناخي بإجراءات فاعلة تحمي العالم، برأيك ما يمكن أن يخرج به المؤتمر من قرارات؟ وعلى فكرة هذا المؤتمر هو المؤتمر 26 لاتفاقية تغير المناخ اللي مرت بعدة مراحل. كانت الأول مجرد بروتوكول، وهو بروتوكول كيوتو، ثم مسودة لم تتحول إلى اتفاقية، وتحولت فقط إلى اتفاقية في مؤتمر تغير المناخ اللي حضر الرئيس عبد السيسي في فرنسا. وده المؤتمر اللي انجلترا دعت ليه لتنفيذ التوصيات التي لم ينفذ معظمها فيما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الدولي اللي عقد في فرنسا. وكان ده أول مؤتمر يعقد بعد أن أعلنت البروتوكول اتفاقية دولية. وأهمية هذا الموضوع أن إنجلترا دولة نفسها مهددة بارتفاع مستوى المياه، خصوصا بعد ذوبان الجليد في القطب الشمالي. وأصبحت إنجلترا وعدة دول أخرى في الشمال الأوروبي منزعجة جدا من فكرة ذوبان هذا الجليد في القطب الشمالي بعد نجاح مرور أكثر من مركب وسفينة عملاقة في بحر الشمال المجمد، وباستخدام بعض الآليات البسيطة وجد أن ممكن المراكب تمر من بحر الشمال وتصل إلى الجانب في المحيط الهادي حتى الصين. ده بشكل طبعا تداعيات كبيرة جدا على غرق الأراضي المتخمة لهذا المسار. وفي نفس الوقت إنجلترا نفسها تعتبر جزيرة، وبالتالي ده أحد الأسباب التي دعت حكومة إنجلترا أنها تدعو كل دول العالم لمؤتمر. أعتقد أنه هذا المؤتمر سيكون نقطة تحول في مسار لكن السؤال اتجاه العالم نحو دكتور مجدي، يعني السؤال هو هل ستتحرك دول العالم الفاعلة الكبرى فعليا في الحد من هذه التأثيرات، خصوصا على الدول الفقيرة أو المتضررة أو الأكثر تضررا من التغيرات المناخية؟ أعتقد في هذه المرة سيكون في جدية، والجدية أساسا تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، عينت مبعوث على درجة عالية جدا يمثل الولايات المتحدة الأمريكية في خاص باتفاقية المناخ، وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة واتفق معاه على أهمية التعاون في هذا المجال فيما يطلق عليه الدعم الأمريكي أيضا لتمويل مشروعات تكيف مع المناخ، لأنه طبعا حصل تضرر في نظم الري وفي نظم الطاقة وحتى في أنواع الزراعات وتأثرت بها دول زي أفريقيا يعني. فالولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها ستساهم في الحلول لهذا المجال، والصين أيضا أعلنت أنها ستساهم ب 250 مليون دولار تقريبا لدعم الدول النامية في صناعة نماذج زي الصوب الزجاجية وزي الهيدروبونيك والأكوابونيك، الزراعة المائية أو التقنيات الزراعية الجديدة لكي تعوض فقدان كم الغذاء المنتج من النظم البيئية. مصر على فكرة سارعت بمشروع الدلتا علشان تعوض جزء من هذه التأثيرات الدلتا الجديدة، لكن أيضا دعوات مصرية تكررت مرارا وتكرارا للدول الفاعلة لأن تتحرك من أجل الحد من هذه التأثيرات السلبية، وأيضا تسعى مصر لاستضافة مؤتمر التغير المناخي في عام 2022، برأيك ما يمكن أن تضيفه مصر من دور فاعل في هذا المجال؟ لا، مصر في جدية في التعامل مع كل مبادراتها، لأن مصر أول دولة أعلنت تنسيق بين الثلاث اتفاقيات في مؤتمر شرم الشيخ للتنوع البيولوجي اللي عقد، والمؤتمر الدولي اللي عقد في شرم الشيخ وحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي شجع الدول إنها ستوافق على إن مصر تدعو لإنعقاد مؤتمر اتفاقية المناخ على أرض مصر أيضا. وفي مؤتمر شرم الشيخ اللي عقد للتنوع البيولوجي الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن اتفاقيات الثلاثة لتغير المناخ ومكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي يجب أن تكون في تنسيق دائم لأنها مرتبطة ببعضها. على فكرة هذه التوصية
هي التي سينفذها المؤتمر القادم وتؤخذ بجدية في اعتبارها أن الاتفاقات الثلاثة تنسق بعضها. أهمية هذا المؤتمر لمصر أنه سيلفت نظر العالم للضرر الذي وقع على مصر خصوصا في مناطق شمال الدلتا عندنا من ارتفاع مستوى مياه البحر المتوسط، نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية، وعلى الدول أن تعيد مرة أخرى ضخ تمويل في الصندوق الأخضر اللي اتفق عليه من حوالي 7 سنوات، بحيث أن الجرين فاند أو الصندوق الأخضر يعوض هذه الدول عن جزء من التأثر اللي حصل لها، رغم أن مصر انبعاثاتها لا تزيد عن 50% في يعني 5% من انبعاثات العالم، أفريقيا على بعضها 4% من انبعاثات العالم، والاتحاد الأوروبي لوحده مسؤول عن 40%، الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند مسؤولين عن أكثر من 55%، فالدول الصناعية الكبرى التي أفسدت المناخ عليها أن تصلح المناخ، وبداية الإصلاح هو نعم. دفع التعويضات، أو مش عايزين نقول تعويضات، دعم لأنشطة الزراعة والطاقة والأمن الغذائي التي تضررت بشدة وصاحبها ذلك ارتفاع نسبة التصحر والجفاف. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومستشار مرفق البيئة العالمية.